بالنص. اهلا بالرئيس، اهلا وسهلا بضيف الكويت الكبير، وكل الكلام بيتكلم عن الضيف الكبير، وفي حاله من الاحتفاء الحقيقه صحيح. الكبير جدا، صفحات فرده 6 7 صفحات وثمان صفحات، والصفحات الاولى كلها لصوره الرئيس مع الامير وجولاته المختلفه. اجمالا كده عن الزياره وحاله الاحتفاء الكويتي بزياره الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالوفد الاعلامي اللي كان موجود، شوفوا ازاي. بشوفها من قبل ما احنا نسافر، احنا كلنا سافرنا يوم السبت، من قبل ما نسافر بحوالي 48 ساعه، ولازم كنت تشوف الاعلام الكويتي ازاي بيعد لاستقبال الرئيس السيسي لهذه الزياره، واستخدام مصطلح الحقيقه اهلا بمخلص العرب، اهلا بقائد العرب وما الى ذلك. واحنا بنتكلم في الحاله دي على حاله في تقدر تسميها، انا بوصفها بانه عندنا تباعد حقيقي عن الواقع العربي احنا كمصر ودورها. انا بحب اوصفه القائد الرئيس، ما كانش عاوز يوصفه بالدور القيادي، انا بوصفها بالرائد والرئيس لم يريد ان يصفها بالرياده، انا بوصفها بانها الدوله الام وليست مجرد الشقيقه الكبرى. احنا بعدنا عن العرب وبعدنا عن الافارقه تقريبا من سنه 71، وكان عندنا ازمه حقيقيه في وقت الرئيس الراحل بقى محمد انور السادات، من اول 99 من اوراق اللعبه في ايد امريكا الى ارفعوا ايديكم عن لبنان الى الا، فبعدت مصر الحقيقه عن هذا الدور. لما يتم وصف لأول مرة المخلص قائد العرب كذا، انت بتعود الى مرحلة متطورة من المرحلة الستينية بتاعت مصر في قيادة المنطقة وقيادة البعد الافريقي، فدي واحد. اتنين، لما وصلنا وشفنا ازاي الصحافة تحتفي بوضع مش مجرد الصور في صدارة الصحف ولا انه يتم الحديث عنه في الاعلام، هم متقبلين الراجل ازاي ومتقبلين بتعبيره هو اللي قاله لنا النهاردة الصبح، عودة مصر. طيب. فكرة ان هم مستقبلين عودة مصر. ولما جينا قابلنا بعض من المسؤولين في دولة الكويت الشقيقة، سواء اذا كان وزير دولة او مسؤول صندوق التنمية، او اذا كان وزير الاعلام او وزير الخارجية الكويتي او رئيس مجلس الامم الكويتي. المفاجأة بتتكلم على موضوع الكويت وعبد الناصر، ان اخر حد قبله عبد الناصر محمود كان الشيخ صباح. يعني فانت تخيل انه بقى المسؤولين الكويتيين دول اللي كنا يمكن بنتكلم فيه حتى لما كنا في برنامج السادة المحترمون، ازاي هم مصرين على تذكير الحضور من صحفيين مصريين، هم بقى مذيعين او صحفيين في الصحف المقروءة، التذكير بدور مصر اللي من وجهة نظرهم كانت لها أيد بيضاء على العرب جميعا، وذكرونا بحاجات يمكن احنا حتى كمصريين لما نقعد نتذكرها، واحيانا ما كانش حد فينا يعرف عنها حاجات، او بعضنا ما كانش يعرف عنها حاجات. ده الحال بتاع انت رايح لحد فين. هل انت رايح على انك انت تبقى الدولة القائدة اسما، وانك تذهب الى الاخوة العرب شرقا وغربا علشان تقول لهم يا جماعة احنا بقينا كويسين اهو، تعالوا ساعدونا وابنوا البلد وادولنا قرشين؟ لا، مش ده الحقيقة ولا ده الحال. هي المسألة بتاعت احنا ازاي هنقدر نخلق شراكات استراتيجية او محاور او احلاف لو صح التعبير. بس هي المسألة كمان افتكر ابعد من ذلك، الراجل لما جه يتكلم النهارده الصبح قال حاجة مهمة جدا وكلنا لفتت نظرنا، انه العرب الان في اضعف حالتهم وصرنا في حالة انكشاف استراتيجي، لك احنا محدش دخل لنا بالواقع الملموس، لكن احنا مكشوفين استراتيجيا قدام العالم كله، وده يفيد بتعبيره هو كرجل مخابرات او في ذهنيته كرجل مخابرات، ده يفيد ان انت في اضعف حاله، ان انت بطنك مفتوحه بالتعبير اللي ممكن نستخدمه واتكلم عليها امنيا بشكل شعبي جدا. فانت بطنك مفتوحه، لو خدناها بشكل شعبي بطنك مفتوحه قدام الناس. هو ده الغرض الرئيسي من الزياره، انه بطننا مش هتبقى مفتوحه تاني، انه ازاي هنقدر نقفل ونستر هذا الكشف وهذا، مش عايز اسميها الفتح، ولكن نستر، نقفل، نرتق هذه الامور، نعالج هذه الجروح، فيبقى في عندك بالتعبير اللي ذكره رئيس مجلس الامه الكويتي مرزوق الغانم، لن نتحدث عن الوحده بشعاراتها القديمه، لكن خلونا نتكلم على الشعارات، خلينا نتكلم على الشراكات الجديده اللي المفروض تقوم ما بين العرب، شراكات المصالح اللي ما بين العرب، احنا لازم كلنا هنقف مع بعض. طيب هروح لفتحي، هل شايف انه الحل زي ما بيتكلم يوسف كده وزي ما قال رئيس مجلس الامه الكويتي في محور عرب جديد ما بين الكويت والامارات والسعوديه ومصر، او محور مصر الخليج زي ما قال، هل ممكن هذا التحالف اللي حد هذه اللحظه نجح دبلوماسيا جدا وسياسيا يتحول فعلا الى تحالف حقيقي، وتاثيره هيكون عامل ازاي؟ ممكن، والدليل الموضوع بتاع المصالحه المصريه القطريه، وان اللي بيقود هذا الملف
كان في البداية المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. ممكن لما تعرف وتفتكر وتتذكر الموقف السعودي المشرف اللي كان من يعني ممثلا في وزير خارجية السعودية السيد سعود الفيصل لما راح فرنسا، وكانت فرنسا ضد يعني 30/6 بشكل واضح ومباشر، ثم تكلم بشكل واضح ومباشر وفيه الكثير من الحزم والشدة والصرام، ان نحن ندعم مصر وسنظل ندعم مصر ولا يعني ما يهمناش، وانتم من مصلحتكم تدعموا مصر ما بعد 30/6. فكان يعني الاستجابة الفورية من فرنسا ومن عدد من الدول الأوروبية لفكرة ان هناك يعني مصر ليست وحدها، ومصر لم تسقط، مصر ربما يعني كانت مرضت ولكنها لا تموت، مصر تمرض ولا تموت. فلما تمرض وتلاقي العزوة جنبها، فكرة التحالف الخليجي المصري ده أنا بتصور أنه حاجة مهمة ومحترمة بشروط. الشرط الأولاني ألا ننزلق في الشعارات القديمة، الشرط الثاني أن يكون الموضوع قائم على المصالح المشتركة في الأساس إلى جانب العلاقات التاريخية وأواصر الصداقة والمحبة، والشرط الثالث ان على فكره يا جماعه يعني نحن نفعل او نفعل هذا التحالف المصري الخليجي عشان استفاده مشتركه للكل. الرجل قال بشكل واضح وصريح ان استقرار مصر من استقرار دول الخليج، وان اذا سقطت مصر تسقط دول الخليج، واذا يعني قامت مصر وقويت مصر تقوى دول الخليج. مصر عمق استراتيجي لدول الخليج العربي، والخليج اعتقد انه يدرك هذه المسألة. ولازم كمان ندرك ان الخليج مش الحصالة اللي مصر بتفتحها وتاخد منها الفلوس، مش هو بيت التمويل المصري، كما ان الخليج يجب ان يدرك ان مصر مش مجرد جيش، مصر تاريخ وحضارة وحاجة كبيرة جدا جدا. والجيش هو ده اللي وجعني انا شخصيا، انه المعادلة الان يا جماعة لم تعد مجرد فلوس او استثمارات، المعادلة الان انه في منطقة عربية بتبحث عن دولة قائدة. المسؤولين الكويتيين كانوا مقتنعين جدا بقدرة مصر بده وريادة مصر بده، بينما احنا عندنا في الداخل ناس بتعتبر الكلام في هذا الامر نوع من انواع الافورة، وده اللي هحاول اخد رأي يوسف ومحمد فتحي فيه بالاضافة لرأيهم في لقاء الرئيس النهاردة، لكن بعد الفاصل. زي ما قلنا قبل الفاصل، الناس في الكويت والمسؤولين الكويتيين الوزراء كلهم كانوا مقتنعين تماما بالكلام عن دور مصر الريادي، وان مصر هي القاطرة التي يجب ان يتبعها باقي الدول العربية. لكن النبرة دي لما بنيجي نتكلم عنها في مصر، ان احنا الريادة وان احنا كذا وان احنا اللي عملنا الصحة وان احنا عملنا التعليم في الكويت وفي دول الخليج، بتحسس الناس بتحسسك انك بتأفر او بتتكلم عن حاجة من الماضي. هل من الممكن او هل احنا في فترة اعادة بعث الماضي من جديد؟ وليه الناس بره شايفانا كده واحنا شايفين نفسنا طول الوقت قليلين؟ ليه يا استاذ يوسف؟ بص، هي احنا دايما عندنا ويمكن جيلنا بالذات دائما نتحدث عن كفانا حديثا عن الهرم و7000 سنه حضاره، قول لي احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ قبل ما تيجي تبص على موضوع الخليج، بص على اول زياره عملها السيسي من الاساس. السيسي لما جه يخرج بره مصر خرج الاول على الجزائر، ودي اشاره مهمه جدا انه علشان تقدر تكون المحور المصري الخليجي لا يمكن ابدا انك انت هتنسلخ عن واقعك ومحيطك الافريقي اللي هو جذورك الرئيسيه، بخلاف انه جذورك الثقافيه طبعا فيها جزء كبير جدا من شبه الجزيرة العربية باعتبار انه دي الثقافة اللي وفدت عليك من بعد الفتح الاسلامي. دي نقطة. النقطة التانية، بص على الزيارات اللي حصلت جوه افريقيا، يعني جنوب مصر ودول الجوار الليبي لو صح التعبير، وبتشوف التحركات ماشية ازاي، مش بس علشان خاطر دول حوض النيل اطلاقا، هي المسألة بتاعت نحن نعود. عشان تخلق هذا التحالف لازم يكون ظهرك من الناحية التانية يسارا لو صح التعبير، أو غربا على شمال إفريقيا محمي، ولازم يكون جنوبك محمي، فتبقى نسكت شبكة علاقات. في العلاقات الدولية ما تقدرش تقول النهاردة والله مثلا ملف الرئيس السيسي خارجيا قوي، ده مصطلح خاطئ. هقطعك بس، هل شايف ان احنا بنرجع لنظريه الدوائر الثلاثه بتاعت جمال حمدان، الدوائر الاسيويه والعربيه والافريقيه؟ ده هو عمليا لازم تطور حتى عن الكلام بتاع جمال حمدان. المساله في ايه؟ المساله انه العالم كله يتحدث عن دوائر، انه عندما تتحدث عن هذا الموضوع تحديدا بخصوص الملف الخارجي، احنا نقدر نقول ايه اصطلاحا بدقه، السيسي يجيد نسج
شبكة علاقاته الخارجية. تحكم على العلاقة الخارجية امتى؟ بمجرد الزيارة؟ يعني هقول والله انا علاقتي بروسيا ممتازة. ممتازة على اي اساس؟ على زيارة متبادلة ما بين رئيسين، السيسي يروح وبوتين يجي؟ ما تتحسبش كده. انت تبدأ تقيس عليها بعد مرور سنة من الزيارة الاولى على الاقل، ده لو ما كانش سنة ونص سنتين. كذا الحال في علاقتنا بالخليج، احنا هنقيس هذا التحالف ازاي او هذا المحور. الدوائر الثلاثة انت لازم تبص ابعد من ذلك. كنا نتعلمها في العلوم السياسية زمان ايام الجامعة انه بنخلق حاجة اسمها الدوائر الحيوية. ايه هي دوائر التحرك الحيوي بتاعت مصر؟ الخليج بس؟ غلط. شمال افريقيا بس؟ غلط. مفيش حاجة اسمها بس. دوائرك الحيوية هي عندما تذهب في اقصى طموحاتك الى مصالحك. مصالحي واصلة لحد اقصى الشمال الاوروبي. انا عندي مصالح هناك ولا لا؟ عندي مصالح. انا عندي مصالح في موسكو ولا لا؟ عندي مصالح. مصالحي في موسكو تدعو الى ان انا اترك مصالحي القديمه في واشنطن ونشتغل بالطريقه القديمه، نتجه يسارا فنترك الغرب وحيدا؟ مش حقيقي. هل واشنطن مسؤوله عن الكثير من الاثافي اللي موجوده في هذا الوطن سواء اذا كان مصر او المنطقه العربيه؟ طبعا مسؤوله. بتعتبر نفسها انها ملهاش دعوه واصل المشكله عند تل ابيب، ده المشكله في الدوحه، ده المشكله في مش عارف ايه، وكانهم ملايكه. مش حقيقي، واحنا عارفين ان هم مش ملايكه، وهم عارفين ان احنا عارفين ان هم مش ملايكه. بس عندنا مصالح مشتركه. عندي مصالح مشتركه في افريقيا؟ عندي ازمه دائمه ما بيني وما بين نيجيريا؟ صحيح. عندي ازمه ثانيه ما بيني وما بين جنوب افريقيا؟ صحيح. انساهم واعتبر ان هم اعداء؟ لا. نفس الحكايه ايران، زي ما كنا بنتكلم من حوالي ساعه ساعه ونص. انا عندي سؤال، انا هعمل علاقه، عملت علاقه دبلوماسيه مع دوله العدو الاول ليا كمصري وكعربي اسمها كيان الصهيوني محتل الارض العربيه، مش عاوز اعمل علاقه دبلوماسيه كامله مع طهران؟ ازاي؟ صحيح، مش منطقي. طيب طهران مفيده بالنسبه لي؟ اكيد. انا مفيد بالنسبه لها؟ اكيد. اللعب هو لعب المصالح. تحالفات الأمس لم تعد قائمة ولن تقوم فكرة التحالف. شراكات استراتيجية أي مع المصالح ما بيننا وما بين الدول وما بينهم وما بيننا، ده المدرسة اللي شغالة دلوقتي من بعد الحرب العالمية الثانية، وإحنا كنا غايبين عن الفيلم. صحيح ده. إحنا شغالين على نظرية الجيمز بتاعت اللي بنتكلم فيها، عن كل واحد بيروح على مصلحته. بس بعيد حتى عن الكلام في السياسة، إحنا التقينا مع وزير الإعلام الكويتي ومع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع وزير الخارجية ثم رئيس مجلس الأمة. أنت عندك رؤية مهمة جدا في الناس دول أو الأربعة دول، وإزاي هم إلى حد ما للأسف يعني، أو مش للأسف يعني، ربنا يبارك لهم، سابقنا شوية في موضوع وزرائهم ومسؤولينهم وطريقة كلامهم وسنهم. هم سابقنا فيما له علاقة بحكومة الموجة الواحدة. الحكومة على موجة واحدة، من الصعب أن أنت تمسك تصريح يتناقض مع تصريح آخر، من الصعب أن أنت تلاقي عندهم وزير بصوابع ولا وزير كده يعني ايا كان. دي حاجة. الحاجة التانية مش سهل برضه. هم سبقنا جدا جدا فيما له علاقة بتمكين الشباب. وكنا بنتكلم حتى في ده عند يوسف، ان يا جماعة خدوا بالكم لو سمحتوا من المسؤولين في دول الخليج العربي في الفترة الحالية، تحديدا في دولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وأضيف لهم كمان بالمناسبة يعني قطر. الشباب هم اللي ماسكين البلد. الشباب لما تلاقي السيد مرزوق الغانم الرئيس مجلس الأمة الكويتي في ريعان الشباب لكن ممكن من منذ وقت مبكر، لما تلاقي معظم الوزراء اللي تقابلنا معاهم في ممكن ومؤهل، مؤهل جدا بقوة، وهو كفء بقوة وكفء لدرجة يعني استحقت اعجاب الجميع. صحيح. انا اعتقد انت كصحفي يبقى متضايق، مش عارف انا اعتقد ان مفيش حد خرج من اللقاء بتاع مرزوق الغانم تحديدا. صحيح. السيد مرزوق الغانم وهو معجب بهذا الرجل. معجب. صحيح. بهذا الرجل اعجاب شديد، وعمال يقول جاتنا نيله في حظنا الهباب. لازم دلوقتي تشوف انه دلوقتي حالا واحنا بنتكلم في مزايدات الناحيه الثانيه، تقول لك اه يا عم شفت رجعوا من الكويت بيقولوا عليهم ايه؟ طبعا. هم دول اللي هيدوا لهم الفلوس. لا الحقيقه لو حد فيهم شاف مرزوق الغانم لازم يقول كده، لازم، ولازم يتحسر على حال البلد. وباقي الوزراء بصراحه يعني انا لمست من وزير الاعلام فهم ورؤيه، لمست من وزير الدوله اللي هو نجل الاديبه والشاعره الكبيره المثقفه الكبيره الدكتوره سعاد صباح، ده متربي في بيت مثقف يعني، سواء والده ولا سواء والدته. ده الراجل كان هيعيط لما انت ذكرت بأمه الحقيقه يعني. يا راجل اتكسف وحط وشه في الارض. وهذا وزير خارجيه دوله الكويت، نائب اول رئيس مجلس الوزراء، يعني المخ شغال ازاي؟ هو كان وزير الدوله
انت مش بتتكلم على وزير الخارجيه. انا وزير الدوله. بتكلم على وزير الدوله لان هو نجل الدكتور سعاد صباح، وانا قلت له حتى يعني احنا ناس كتير اتربت على انت قلت مصطلح عجبني قوي اللي هو قلت له لحم الدماغ. ايوه لحم الدماغ حته التعبير عجبني. قال له لحم الدماغ. انا قاعد وبص بشوف يعني الوش الوزير بيعمل ايه، فاول ما قال له لحم دماغ كتير من المثقفين المصريين كان من دار سعاد الصباح والمؤلفات التي نشرت من خلالها. انا رحت ابصص لفتحي يا ابن الذين، عارف إيه المصطلح الحلو؟ عارف الغريب يا يوسف ايه؟ ان في ناس هتظن زي ما انت بتقول كده، هو اكيد قال الكلمه دي علشان يرى الناس، رغم ان الناس هناك قعدوا ثلاث ساعات يمدحوا في مصر ويقول لك احنا لحم اختفنا خير مصر وما فكرناش فيها كده. انا شايف ان احنا في مرحله بقى كل ما الواحد بي بي بيخش فيها في مجال هذا العمل بالقرب من دوائر صنع القرار او بالقرب من، وانا لا ادعي ان احنا قريبين من دوائر صنع القرار على قد ما ادعي ان بقى في معلومات توصل لنا كانت محجوبه عننا بصفتنا، فبتشوف دايره اكثر اتساع، محسوبين على معسكر المعارضه. وحاجه لحته المعارضه دلوقتي لان برضو الزياره كان فيها ثغرات لازم نتكلم عنها. صحيح. بس انت اول ما تتاح لك المعلومات انت بتستطيع ان تقدر. احنا عندنا فوضى في عدم اتاحه المعلومات للاعلاميين وللاعلام. الراجل النهارده وهو بيتكلم، الرئيس السيسي وهو بيتكلم في الاجتماع على ال 40 مليار جنيه اللي احنا محتاجينهم بتوع الكهرباء، وهيجيبهم منين وجابهم ازاي، احنا ما كناش عارفين ده. الحاجات الكتيره اللي هل التقصير هنا من عند الدوله ولا من عند الاعلام؟ انا بعتبر ان التقصير يبدا من الدوله، لان الدوله بتتعامل مع ملف المعلومات بشكل عام بحساسيه مفرطه، ثم ان الدوله حتى اذا فعلت انجازا مهما واحد لا تستطيع تسويقه سياسيا للناس ولا للاعلام. اثنين، يعمل عدد من المسؤولين في نفس هذه الدولة على محو هذا الإنجاز ونسفه، وكأنك انسف إنجازك القديم اللي هو إزاي، اللي هو يطلع قرار عبثي، يطلع زي مثلا موضوع هيثم محمدين واللي هو بتاع الاشتراكيين الثوريين، إنه يقول لك ده إخوان، ده ضحك من هنا لحد بعد بكره، والناس بتصدق ده ضحك من هنا لحد بعد بكره سنين، وضحك السنين بقى في كل ما له علاقه بتبعات ان تسال مش عارف المسؤول عن ايه يقول لك لا ده احنا بس التحريات اثبتت انه اخوان، وتسال مش عارف مين يقول لك هيثم محمدين تروتسكاوي اصيل. يعني يا جماعه هو احنا ليه بنتفنن في القرارات العبثيه والاخطاء الساذجه اللي هي تتسبب في فشل وقتل؟ يعني انا بعتبر ان قتل السياسه يبدا من هذه الاخطاء الساذجه القاتله، اللي هو ارجعك حبه الروايه بتاعه 1984 بتاعه اورويل، ارجعك حبه الناس اللي بتقبض عليهم عشان دبوس، والناس اللي بتقبض عليهم عشان بالونه، والناس اللي بتقبض عليهم عشان مسطره عليها شعار ربعه، والناس اللي بتقبض عليها ظلم اصلا. طب يا جماعه لو سمحتوا، احنا لو احنا مكملين في سكتنا لازم السوفت وير بتاعت العديد من المسؤولين اللي موجودين في الدوله دي تتغير. السوفت وير ديت لو ما اتغيرتش الفيروس هينتشر في كل ما تعمل انجاز وتخلص الشغل الفيروس هيبوظ. وانت بتكمل كلامك على موضوع الثغرات بتاعت الزياره عشان دي ما تفوتهاش، عشان الحديث ما خدهاش من غير ما تفوتها، دي مهم. بس مساله المعلومات خلي بالك، انت قلت حاجه مهم، المشكله متبادله ما بين الدوله وما بين الاعلام. بس انا بعتقد انه الخطا يقع بنفس الثقل عند الجانبين، الصحفيين المصريين، بحب شخص استخدام اعلامي ده، الصحفيين المصريين اصبحوا ذاتيين بشكل اكثر مما ينبغي. أيوة. واصبحوا يعني على راي اخواننا السوريين يقول لك دماغهم كبرت. فاحنا كنا زمان وكلنا صحفيين عارفين انه انت اللي بتجري ورا المصدر مش العكس. أيوة. المصدر مش هيناديلك يعني الا هتعمل موضوع تسجيلي، دي قصه تانية. في حاجه تانية مهمه يوسف، حاجه بيسموها في نظريات الاعلام نظريه ترتيب الاولويات. احنا قاعدين مع راجل اكاديمي. لا العفو. لا ده حقيقه. لا ده حقيقه. نظريه ترتيب الاولويات ليها علاقه بان الاعلام هو قادر على ترتيب اولويات الجمهور اللي المتلقي. هل الاعلام ولا الدوله؟ من خلال الاعلام هو الدوله ممكن تكون ماشيه في الاتجاه، وده اللي بيحصل دلوقتي. الدوله ممكن تكون ماشيه في اتجاه محترم جدا ومتميز جدا جدا جدا، لكن الاعلام ترتيبه لهذه الاولويات ترتيب مختلف. ترتيب تمام. مختلف ده وارد. يتكلموا انت عندك الهند وباكستان وعندك الصين عملت نفس الترتيبات دي. يعني في زياره الصين كان واضح جدا، قال لك احنا عاوزين عامل صح. قال لك الاول حاجه تتعمل تعملوا مشروع تعليم فني، فده كان من الدوله ما كانش من الاعلام. كان من الدوله. الاعلام هيتناول ايه هو ده السؤال. كان من الدوله ما كانش من الاعلام، بس الاعلام بقى
كيف سيعالج الأمر؟ هل سيعالج الأمر على أن هذا المشروع مشروعا قوميا؟ وأنا لفت نظري النهاردة في كلام الرئيس السيسي، الكلام اللي قالوا أنتوا بتعملوا دور مهم جدا 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 ولسه محتاجينكم، ولسه مهمتكم ما انتهتش، ولسه محتاجينكم. أنا بتصور إن ده قصده، أنا بتصور إن ده قصده، وبرجع ترتيب الأولويات، وبرجع تاني الكلام على السيسي لما قال في افتتاح قناة السويس يا بخت عبد الناصر بإعلامه. أنا لا أتصور بالمرة إنه كان يقصد يا بخت عبد الناصر بإعلامه الإعلام المنبطح، الإعلام المسبح بحمد النظام، على قد ما بتصور. كنت أقول مقال نقدي على هذه الجملة بصراحة يا بخت عبد الناصر بإعلامه، لأن أنت فهمتها كده، أنا فهمتها بشكل مختلف شوية. يعني عشان الجملة اللي استفزتني دي، خلينا اسالك النهارده، هو كان حريص في اكتر من 5 دقايق ياكد على انه يا جماعه انا عاوز نقد، طبعا انا مش ضد النقد. اه فالاستفزاز راح ولا لسه موجود؟ شوف، هو كل مره من اول ما الواحد اتعرف عليه في لقاءات، يعني بعضها كان عابرا وبعضها كان طويلا في اطار المجموعه، وكان لي حظ ان انا قابلته مره لوحدي كانت المدة 3 ساعات ونص مثلا، وبعدها حوالي لقائين او 3 تانيين. بعد كده الراجل قريب عشان المحافظة، الراجل بالظبط لما اجي اتولى انا عايزين نعرف انا هاخد انهي محافظة ولا هاخد مجموعة محافظات. الراجل تستقل بامبابة وتعملها محافظة، يعني هنحييك كلنا، اديله حاجة فيها موارد. طيب المحافظة الجديدة اللي هتتعمل للعالمين ده هيبقى مشروع عينه على الساحل وفي عقود تخصيص هيتم الفساد. الراجل كل مرة يؤكد على انه مفيش مشكلة في النقد. طب ده انا هقول لك ابعد من كده، في مره من المرات، وده كان في اخر اجتماع مجمع للاعلاميين قبل اجتماع الشباب، وده كان حوالي 3 اشهر وشويه، والمهم فقال بالظبط كده، هو ليه الغالبيه لون واحد؟ فالبعض استفسر، قال يعني ايه؟ قال هو انتوا ما بتستضيفوش المعارضه ليه؟ فانا ابتسمت، قال مش كلكم ما بتستضيفوش، بس الغالبيه ما بتستضيفش المعارضه ليه؟ ليه؟ ممكن لو سمحتوا تقدروا تستضيفوا المعارضة، وإحنا ما بنوجهش، ده نص كده، إحنا ما بنوجهش، وأنا مش هوجهكم وعمري ما هوجهكم ولا هقول لكم إملاءات. أنا كل اللي بطلبه، وده اللي قاله النهاردة مرة تانية، كل اللي بطلبه بصوا على القضية بكل وجوهها، حتى بطريقته. نقول تاني، بصوا على القضية بكل وجوهها بس. آه والله، وبكده التسجيل مع الاستاذ خير رمضان خلاص، ما خلاص خلاص انت رئيس خلاص كده اتحرق. هرجع للنقطه بتاعت برضو لقاء الرئيس وكلامه في موضوع انا عاوز الاعلام، عاوز نقد من الاعلام، مش ضد النقد بتاع الاعلام. خليني بقى بمناسبه النقد، خليني بمناسبه النقد، وده شيء كويس جدا، خليني اقول لك ما لم يسمعه السيسي في الكويت. لان الرئيس السيسي ذهب الى الكويت واجتمع ب رجال أعمال كويتا، واجتمع بأمير البلاد، واجتمع بالعديد من الناس الفاعلين في دولة الكويت، وناقش حاجات ملفات كتيرة. لكن ما لم يسمعه السيسي في الكويت، وما يجب أن يسمعه السيسي، وما يجب أن تسمعه الحكومة، وما يجب أن يسمعه كل معاوني الرئيس السيسي، هو صوت الجالية المصرية اللي في الكويت. صحيح. التي تريد إقالة السفير وسحبه بأسرع فرصة ممكنة وتغييره بسفير آخر. الناس الغلابة اللي متغربة عشان 150 دينار كويتي مش عارفين يجيبوا قيمتهم هنا في مصر، الناس دي لا يجدوا متحدث رسمي باسمهم حينما يواجهوا أو يواجهوا العديد من العقبات والمشاكل، وأقربها مشكلة، يعني أنا شايف إن هي مشكلة تافهة جدا، تستدعي تليفون السفير يرفعه ويكلم فيه المسؤولين في الكويت، واعتقد ان المسؤولين في الكويت لن يمانعوا الغرامات اللي اتفرضت على الإقامة، على عدم تجديد الجوازات السفر، وبالتالي عدم تجديد الإقامة، ان بيعد دينارين في اليوم، فواحد مرتبه 150 دينار كان في ثروة، ها، فيروح فيكتشف ان عليه 2000 دينار غرامة، 2000 دينار غرامه اللي هو اضرب في 24 ونص، وزوجته واولاده بيدفعوا غرامات، وفي عنده ناس غرامات بقى لها 6 شهور. بقول لك رحنا للسفاره، رحنا للسفاره قالوا لنا لا ما نقدرش نعمل لكم حاجه في الموضوع ده، ومع ان سفاره السودان عملت للجاليه بتاعتها في السودان كده واستطاعوا اسقاط الغرامات. احنا كنا بنعاني، انا ما فيش حد من المصريين في الكويت قابلته وشكر في السفاره المصريه من غير شكوى. تعالى غير شكوى الشعر بيت، هو السفير اصلا إنه هناك شكوى رئيسيه، مش بس انه السفير في هذا الموقف لم يحرك ساكنا، والا انه السفير مش فاهم ان هو يمثل الدوله المصريه في الكويت، ادي واحد.
الجميع يشتكي من أن هذا السفير يتعامل بمنتهى الصلف والتعالي. صحيح. لدرجة قلة الذوق مع المواطنين، ودي حاجة يجب أن توجه لسامح شكري أو أستاذ سامح شكري وزير الخارجية، والرئيس السيسي يجب أن يعرف أن هذا السفير متصلف وصلف ويكاد يصل إلى مرحلة التسلق أحيانا، لأنه عمل كارثة. هذا السفير مش بقولك احنا عايزين نشوف السفير عندنا في المطار وهو بيستقبلنا، مش عايزين ولا حاجة، لكن ان احنا ما نشوفش وشك خالص لحد ما يجي وزير الخارجية الكويتي يقابلنا. تقعد جنبه، فانت تيجي تستنى علشان تقابل وزير الخارجية الكويتي، ده انت راجل مش تمام خالص. ادي حاجة. الحاجة التانية وهي الاصعب، وكان علينا ان احنا نلتقط الصورة، لكن الحقيقة احنا ما كناش واخدين بالنا، في مرور وزير الخارجية الكويتي بيعدي عشان يسلم، فسفير مصر الهمام ضرب له تعظيم سلام، عمل له كده، حتى ما وقفش يعرفه على الناس دي. ده حاجه يعني اللي كان بيعرف، اللي كان بيعرف وزير الخارجيه، اللي كان بيعرف وزير الخارجيه كان شخص تاني خالص. انا برضو لن اتوقف عند ده، لان انا بعتبر ده رفاهيه مقارنه بعدم قيامه بدوره تجاه المواطنين المصريين اللي موجودين. وللاسف الشديد انا حاسس ان هذا سفير منحني منبعج مطاطي. انتوا عارفين يا جماعه احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لانه ببساطه شديده جدا الفندق اللي كان موجود فيه الاعلاميين المصريين والصحفيين المصريين تحول الى قبله للشكاوى من كل الناس، وكل الناس بتشكي من حاجه واحده بس، احنا مش عايزين حد يحل لنا مشاكلنا عشان احنا مش عاله، احنا عاوزين حد يسمعنا ويتعاملنا باحترام. فهذه الشكوى او هذه المراه اللي بيتكلم فيها الدكتور محمد فتحي او يوسف عن السفير كان بسبب هذا الامر، ان احنا حاسين ان ولاد بلدنا واهلنا متهانين في غربتهم. انا قبل ما اقفل هاخد رايك. وبالتالي معلش انا اسف يا محمد، وبالتالي الرسالة للرئيس السيسي والفريق المعاون دي، لا تغادر أيها الرئيس الهمام، لا تغادر أي بلد تذهب لزيارتها دون لقاء الجالية المصرية، ممثلين للجالية المصرية، لازم تسمع بنفسك من الجالية المصرية. ليه؟ لأني أصبحت لا أثق في العديد من المسؤولين، زي السفراء، زي بعض الوزراء، زي وكلاء الوزارات، زي إحنا بنعاني معاناة شديدة، لأن بقى في فرق سرعات بين أداء مؤسسة الرئاسة والبطء اللي بيمشي عليه مسؤولين تانيين، فإما تمشوا السرعات مع بعض القدام. بص اصل احنا ممكن نساعد، خلي بالك انه زياره زي دي ما كملتش 48 ساعه كامله، وفيها وقتها او يعني احنا قادره انه الرئيس وقتها عمل مع الجاليه ساعتين مع الجاليه المصريه يوسف في اي مكان يذهب له الرئيس، باعتباري محافظ لمحافظه انا مش عارفها هعمل فيك زي ما الرئيس عمل وقال يا جماعه انتوا بتتكلموا على اللي مقبوض عليهم، لا انتوا تولوا هذه اللجنه، احنا بنعمل ايه؟ واللجنه يعني على قدم وساق. انا عارف متاكد 100% فتحي كفايه فتحي لا مثلا ان انا لما قابلت حد فادولي ملف قد كده، وده برضه عشان هم يبقوا مطمنين لو حد فيهم بيشوف دلوقتي، ملف قد كده ودي في دي عليه كل ما يعانيه المصريين وقوامهم حوالي 570 الف مصري في دوله الكويت. اتكلم عن دوله ثانيه يا جماعه. فانا هعمل ايه؟ انا هقعد اقرا كويس وهاخده اصوره ونسخه ثانيه من الدي في دي وترسل الى مكتب السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه للاطلاع، ونبدا نناقش ده بقى في برامجنا وفي حلقتنا وما صحيح. الى ذلك. قبل ما اقفل في ده، قبل ما اقفل عاوز منك كلمه عن المفاجاه بتاعه النهارده، المفاجاه الاستثنائيه بتاعه زياره الرئيس للكنيسه. كلمه منك وكلمه محمد فتحي. 33 سنه رئيس مصر لا يزور الكاتدرائيه بالعباسيه، 33 سنه رئيس كان يخشى من السلفيين ويخشى من الجهاد ويخشى من الجماعة الإسلامية. يا راجل ده كان غالبا بيخشى بواب في عمارة على نص بيتهم دقنه طويلة شوية لحسن بعدين يقول له انت راح تهني المسيحيين في العيد. دي كانت كارثة. ده كان حال مصر الحقيقة. يقول لك لا بواب مطول دقنه، يعني مش مسألة بواب، لا ده البوابين دول زي الفل. انا راجل يعني احب اقعد على الدكة بصراحة، واحلى شاي تشربه على الدكة بتاعت تحت العمارة. لكن دي كانت المسألة الكارثية. ويمكن حتى انا سمعت كنت اتكلم على انه حتى الرئيس عادل منصور لم يذهب الى الكاتدرائيه، لا اعلم ايه السبب يعني، ولكن هنأ لكن عمل التهنئه. لكن هي المساله في انه النهارده بقى تبص المشهد بتاع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الراجل كان صاحي ال 48 ساعه اللي فاتوا وفي دوله شقيقه وجاي بالطياره وبعدين نزل القاهره، ينزل القاهره من هنا وياخد بعضه ويطلع على العباسيه علشان يروح يحضر العيد. كل ده بالنسبه لي كوم
وأنه الرجل لم يمشي على السجادة الحمراء المتوسطة الصفين بتوع الدكك أو الكراسي بتاعت الكنيسة، مشية الرئيس الهادئ الثابت اللي هو مشية بروتوكولية. الرجل كان مقبل إلى درجة الهرولة باتجاه قداسة البابا توادروس علشان يقدم التهنئة ويقول هقول لكم كلمتين، كلمة اللي هو اتكلم فيها هذا الإقبال، بيقول أنا آسف إن أنا جاي متأخر، بس أنا كنت يدوب نزل من الطيارة وجاي لكم على هنا على طول قبل ما اروح بيتنا بالبلدي كده أطص وشي بشوية مية. لا أنا جاي لكم الأول. صحيح. شايف زيارة زي محمد فتحي التاريخية ومش بس زيارة بروتوكولية إن الراجل داخل يقعد في الصف الأولاني وخلاص، لا ده راجل اتكلم كلمة. الكلمة دي في حد ذاتها جبر خواطر، وجبر خواطر على الله. صحيح. وفكرة إني أحسس الناس إن إحنا إيد واحدة فعلا مش إيد واحدة كده وكده، أنا شايف إن دي إشارة إيجابية. المشهد كان فكرة وجوده في يوم زي ده على فكرة تأمين تأمين إن الراجل يروح في يوم زي ده. صحيح. إحنا بنقعد نتكلم على خوفنا وذعرنا من إن حاجة تحصل في الكنيسة أو في أي كنيسة في يوم زي ده لارتباطه بأحداث سابقة ورايح وحصل ضرب نار في المنيا الصبح. صحيح. دي مسج ده رايح وراه على شمال وكده ورا رئيس جهاز المخابرات المصرية. دي رسالة يعني، رسالة مهمة، رسالة مهمة يعني. أفهم في هذا اليوم الاستثنائي، الاستثناء قدمه عبد الفتاح السيسي بزيارته التاريخية للكاتدرائية. مرة تانية بنهنئ إخواتنا الأقباط بأعياد الميلاد المجيدة، وبنهنئ كل المصريين، وبنقول للعالم كله يبص على الرسالة اللي حصلت، وبنقول لكل الناس اللي بتقعد تتكلم بقى عن التهنئة الحرام وكلام الفارغ ده، تبص على الرسالة اللي حصلت النهاردة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكاتدرائية في هذا اليوم الاستثنائي وهذه الحلقة الاستثنائية. أشكر ضيوفي الأعزاء، شكرا جدا ليوسف على وجودك معانا. شكرا لك يا دكتور محمد فتحي، ويا رب ما تكونش المرة الأخيرة، ونفاجئكم بقى بحلقات على ثلاث أجزاء بعد كده. يلا تصبحوا على خير ونشوفكم بكرة إن شاء الله.